أبنائنا. لمن أراد رؤية فنية يمكنه أن يقرأ تونس من حرف الأول لكل كلمة، تعطيه 64 مرة تونس، واللي خرج 64 عنده مليون كادو. عاملين مليون هدية للي خرج 64 تونس. أصحاب الفنان عز الدين العفو. إلى طلع لي 64 كلمة تونس، من كل حرف أول يتكون تونس. من كل حرف أول لكل كلمة تنجم تأمن تونس حتى بالمقلوبة. اقراها من هنا تلقاها تونس. تا و نونسا من هنا تقراها تا و نونسا من هنا تقراها تونس من هنا تقراها تونس من هنا تحب اقراها تونس. هذه ما عادش تولي شمام مانا روم، لانه اول دستور تعمل للعالم منذ 3000 سنه قالوا تولي شمام مانا روم، احرقوا روما. نحن نقول لهم تولي شمام مانا تونس. كل انظار العالم تتجه نحو تونس، البناء تونس، الشباب تونس، الغد تونس، المحبه تونس، الألفة وتونس التضامن وتونس الجميلة التي نريد لغدنا ولأطفالنا ولأحفادنا. هذه هي فلسفة ثورتنا، وهذا هو اللي استشهدوا من أجل تونس ماذا يريدون. الرؤية كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن شاعري، كن فنان، كن تريد الحب لغيرك والأمل لغيرك، تفهم تونس بسيطة هي مزروعة في كل سيرفيل في كل خلية لبشر. كن جميلا ترى الوجود جميلا، فكر معناها بوسطية وفكر برؤية ثاقبة وفكر فهمتي في هدوء وفكر تلقى كل شعار جميل لهذا البلد وأجمل حتى مما صنعته. لأن المسألة بسيطة، كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن ربيعا فلن ترى أمطار النزل بس ترى ورودا. نعم هذه رؤية، هذا نكون لازم نرنو للجمال، نرنو لأفق أجمل، نرنو لأفق معناها. نعم سيدي، كل واحد يكنس قدام داره، كل واحد داره هي الجسد نتاعو، الشقف هذايا يكنس قدام الشقف نتاعو، يكنس الشقف نتاعو من داخل، يصفي قلبه، بيقول اللي جاني من بقردان ولا اللي عامل شعر منا ولا اللي عامله منا ولا اللي عامل باقوس من تالي، رانا كلنا توانسه ولاد خالات ولاد عمه، ومن حقنا باش نعيشوا كل واحد بحريته. كل واحد عنده الحريه في هذا البلد، لكن خطوط حمراء نحافظ عليها هي هذا البلد لا يحرق. سنحرق كل من يحاول حرق هذا البلد، هذه الرأي اللي نزلنا في الطاولة. إذا هذه سفينة لا يفقدها أحد، هذه سفينة ركبي فيها الكل، لازم نعم. هذه إذا كيفاش نقولها؟ برشا قراوا، لأنه العمل ماهيش شهادة، برشا قراوا، تركوا الشهادة بتاعهم، العمل هي حركة ذاتية في الإنسان، يخرج من لا شيء يصنع الأشياء ويكون معناها إنسان عصامي، وخرجوا من الدروا وخرجوا من كذا وعندهم معامل وعندهم مصانع ونعرف نجيبهم لك حال، لأنه كان عامل تليفون نجيب لك حاجة. عندهم الإرادة. عندك الإرادة. إذا الشعب يوما أراد الحياة العيش الكلمة عليه مش العيش بتاع المخبيخ واللي يجري على المعدنوس ويجري على الدراجة يجري على الحشاويش ويجري على الدراجة وردوها بشعر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. سيستجيب لكن القدر إذا أردت فهمتي أن تؤسسي. أن تؤسي مؤسسة. عالم تونس أما لازمنا ناكلو باش نقاوم. مش العالم، أنا أتكلم فيك ما يحتوي العالم. هي تاكل سي با لوم نو في با سولمون دو با. لازمنا نحركو. هذه قلت لك نسعى. اسعى. كل يوم في الدار. اسعى 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 اسعى. كيفاش نسعى؟ عامل مؤسسة. هاك بدينار تعمل مؤسسة. شنو نعطيك؟ قول لك دينار تعمل مؤسسة تسقي صاحبة مؤسسة وتلقي دق البيبان. أعطيني الدينار. مش كيما اللي عملوا مؤسسات وفلسوها. منين نجيبها دينار؟ منين نجيبها دينار؟ دورك شاب يا